اكثر شيء غامض بتاريخ سلسله كول اوف ديوتي كان عن شخصيه جوست اللي طلعت بمودرن وورفير 2. مين هو جوست؟ كيف شكله الحقيقي؟ وليش دائما يلبس القناع؟ اللاعبين اهتموا بشكل جدا كبير عن شخصيه جوست اللي طلعت بمودرن وورفير 2، بدهم يعرفوا تفاصيل عنه لانه كان جدا محبوب وما نعرف اي شيء عنه، وهو تقريبا اشهر شيء بكول اوف ديوتي. اكتب حاليا على جوجل كول اوف ديوتي، اكيد راح يطلع لك من اول 10 صور صوره لشخصيه جوست بمودرن وورفير 2. وحاليا مع نزول مودرن وورفير 2019 اخيرا عرفنا مين هو جوست وعرفنا شكله وقصته بالكامل، وبهالفيديو راح اشرح لكم اياها. فيلا خلينا نبدا. قبل ابدا الفيديو بس حاب اشكر شركه انفيديا الشرق الاوسط على ارسال كرت شاشه RTX 2080 Ti ورعايتهم لهالفيديو وفي جيف اوي. طبعا اذا بدك تلعب لعبه كول اوف ديوتي مودرن وورفير باحسن اداء واحسن تجربه فلازم تلعبها على البي سي وباستعمال كروت شاشه RTX من شركه انفيديا لعده اسباب، اهمها انه رح تلعب ب 144 فريم وحتى اكثر، بينما الكونسول بلاي ستيشن او اكس بوكس اكثر شيء ممكن يعطيك اياه 60 فريم، فرح تلعب باكثر من ضعف الفريمات باستعمال كروت شاشه RTX من انفيديا. مو بس فريمات، كروت شاشة RTX فيها ميزة RTX او اللي هي تتبع الاشعة يلي هي بتخلي الجرافيك شيء جدا جميل. انتم شايفين قدامكم حاليا على اليسار جيم بلاي RTX شغال فيه وعلى اليمين مطفي، طبعا الاثنين جدا خرافيين، الاثنين مسجلين على البي سي باستعمال كروت شاشة انفيديا، بس على اليسار رح تلاقي انعكاس الضوء، انعكاس اي شيء بالتفاصيل طالع. ممكن حد يقول انا ما عندي القدرة اني اشتري كرت شاشة 2080 Ti، جدا غالي او فوق القدرة اللي اقدر ادفعها. الشيء الحلو انه خاصية RTX او تتبع الأشعة موجودة بكروت شاشة RTX 2060 2070 و 2080 و 2080 Ti، فعندك كتير خيارات. كروت 2060 رح تعطيك تجربة جيدة مع RTX وفريمات عالية، 2070 رح تعطيك تجربة جدا جميلة مع RTX وفريمات عالية، و 2080 رح تعطيك أفضل جرافيك ممكن تشوفها لأي لعبة على أي منصة. فإذا كنت قاعد تفكر إنك تشتري لابتوب جيمنج أو تبني بي سي جيمنج، تأكد تشتري كروت شاشة انفيديا RTX، لأنه حاليا كل الألعاب الضخمة عم تدعم خاصية تتبع الأشعة وهي فقط موجودة بالRTX. وحاليا لفترة جدا قصيرة لو اشتريت أي كرت شاشة RTX من انفيديا رح تجي معاها لعبة مودرن وورفير بشكل مجاني. شيك اللينك أسفل الفيديو لتفاصيل أكثر. وآخر شيء هالفيديو عليه جيف أواي لنسخة كول أوف ديوتي مودرن وورفير على أي منصة بتختارها. كل اللي تحتاج تسويه لتشارك بالجيف أواي اترك أي تعليق في حسابك على انستغرام أو تويتر والمنصة اللي بدك اللعب عليها، ويفضل تدعم الفيديو بزر اللايك وتشترك بالقناة. ويلا خلينا نبدأ الفيديو. شخصية جوست من طور القصة بلعبة كول أوف ديوتي مودرن وورفير 2 من أكثر الشخصيات الغامضة والمحبوبة بتاريخ كول اوف ديوتي، لدرجة انه حتى ليومنا الحالي لما تشوف اي مقطع على الانترنت على الانستغرام او تويتر لاكثر اللحظات المحزنة في تاريخ العاب الفيديو راح تلاقي لحظة موت جوست بمودرن وورفير 2 اللي صارت من 10 سنين. شخصية جوست اللي كلنا حبيناه مودرن وورفير 2 واللي مات في مودرن وورفير 2 ما بنعرف شكله، دائما لابس القناع، ما شفنا وجهه ابدا، ما بنعرف معلومات الا جدا نادره عليه، بنعرف اشياء جدا بسيطه عن قصته وبنعرف اسمه الاصلي اللي هو سايمون رايلي. بهالفيديو جاي اثبت لكم انه شخصيه اليكس من مودرن وورفير 2019 اللي نلعب فيها هو سايمون رايلي الغامض اللي ما كنا نعرف اي شيء عنه، وراح اثبت لكم 100% ليش اليكس هو سايمون رايلي او جوست.
طيب من وين بدأت هالنظرية؟ بدأت انه بنهاية القصة بمودر وورفر 2019 اللي لعبها راح تشوف انه بالاخير كابتن برايس عم يحكي مع المسؤولة اللي عم تعطيهم الاوامر وبيحكي لها انه بدي نظم فرقة خاصة فيني وبيسميها تاسك 141. طبعا فريق تاسك 141 كان موجود عندنا مودر وورفر، مودر وورفر 2 ومودر وورفر 3، هو الفريق الخاص بكابتن برايس اللي كان معاه جوست ومع شخصية سوب وناس تانين. بعدين كابتن برايس بيطلع ملفات الاشخاص اللي بده يكونوا معهم بفرقة 141، بيطلع اول شيء اسم جاز اللي لعبنا فيه بمهمة لندن، وبعدين بيطلع اسم سوب، فشخصية سوب اللي شفناه مات بمودر وورفر 3 رح يرجع، وبعدين بيطلع ملف سايمون رايلي او اللي هو جوست وما بيكون في صورة، فبتحكي له المسؤولة انه وين صورة هذا الشخص، برد عليها نيفر او ما في صورة له. Sergeant Gary. Kyle. They call him Gaz. He never said anything. John McTavish, SAS, sniper, demolitions, goes by Soap. Why? It's classified. There he is. Simon Riley. There's no picture. Never. Now the rest. That's neat to know. Unless we got a deal. What are you calling this task force? 141. طيب الحين وش علاقة أليكس بهالكلام كله؟ بنهاية القصة تقريبا بتكون داخل جوا مصنع الغاز الكيميائي أو الأسلحة الكيميائية تبع الضابط الروسي باركوف، تدخل عليها وعلى أساس تبي تحط متفجرات ومعك ريموت لتفجرها، تكون عم تلعب شخصية أليكس، بعدين تتواجه مع الجاجرنات ومواجهتك مع الجاجرنات راح تخرب الجهاز أو الريموت اللي راح يفجر القنابل، بعدين شخصية أليكس وفرح بيدخلوا جوا على مصنع القنابل أو مصنع الأسلحة الكيميائية وبيحكي له إنه الريموت كنترول اللي راح يفجر القنابل خرب، فلازم شخص يدخل ويفجر القنابل يدويا وبالتالي رح يقتل حاله، او يعني بالمختصر لازم شخص يضحي بحاله، الريموت خرب. ففرح بتحكي انا رح ادخل، هاي الاسلحة الكيميائية عانوا منها شعبي فما رح اسمح انه تضل. ويرد عليها أليكس بيحكي لها لا انا اللي هدخل، بعدين فرح ما بترضى اول شيء، بعدين بيحكي لها لو دخلتي ما رح تقدري انك تقتلي باركوف، باركوف هو الضابط الروسي اللي كان يعذب فرح واللي كان يقتل شعبها. فبتقتنع فرح بعدين، وأليكس بيحكي لها انا طول عمري عشت عم باخذ اوامر من ناس فوقي، قصده السي اي اي او الحكومه الامريكيه، هذا الشيء الوحيد اللي انا بدي اسويه بكل ارادتي. Clear. What happened? Detonator. It's dead. I'll go in there. And do what? Ignite the furnace. You'll never get away in time. I know what I'm doing. Farah, listen to me. No, you listen to me. Because of this poison, my people have known something worse than war. I did not come this far to turn back. I'm not asking you to turn back. I'm asking you to give me the order. I won't do that. Commander, please. I am not your CO. Then who is? Because someone needs to light this fire and someone needs to kill Barkov. And you can't do both. I've been an assignment my whole life. This is what I believe in. Give me the order. You are a freedom fighter, Alex. You're a born leader, Farah. Say the word. Go. Yes, ma'am. وبس هيك أليكس بيدخل لجوا بيضحي بحاله، بعدين بنشوف آخر محادثة لأليكس بعد ما فرح قتلت باركوف، بيحكي له أنه هو جوا ومستعد أنه يشغل قنابل، بيشغلها وبيفجر حاله جوا المكان. كابتن باركوف is dead. Roger that. Alex, charge is set. Affirmative, sir. Alex, I'm not getting out of here. Let's do this. Thank you. Yes, ma'am. All clear, Captain. Roger. All stations on my mark. Three, two, one.
وبس هيك بنشوف شخصية أليكس مات. الشيء الغريب بالموضوع انه دائما بأي لعبة Call of Duty لما شخصية رئيسية تموت تلاقي الشخصيات زعلانين عليه، تلاقي موسيقى حزينة، بعض الألعاب فيها جنازة لهالشخصية، بينما هون ما في أي شيء، حتى موسيقى حزينة ما في. فيعني الوضع نوعا ما غريب، يعني نوعا ما بيحكوا لنا انه لا ما مات. فحاليا رح نبدأ بالنظرية انه أليكس هو جوست وشو الدلالة على هالكلام. أول شيء أليكس ما مات لما فجرنا المتفجرات، أليكس خلنا نقول زيف موته، قدر انه يتخبى على آخر لحظة وما يتأثر بالموت، وخلال عملية الانفجار هاي ما مات بس تأثر وشه بحروق قوية، مشان هيك صار يلبس القناع وصار جوست. ثاني شيء، ليش أليكس بده يزيف موته وليش سوى هالشيء كله وتحول لجوست؟ لو تتذكروا بنص القصة الحكومة الأمريكية أعلنت انه فرح وجماعتها من الثوار كلهم إرهابيين وحطوهم من قائمة الجماعات الإرهابية. أليكس عصب من هالشيء وقال أنا رح أروح انضم لجماعة فرح والثوار. ردت عليه المسؤولة قالت له لو سويت هالشيء رح أكون مخالف القوانين ورح تكون إرهابي. Norris, I asked you to let Tell me Tell him, Laswell. Or I will. Command has officially redesignated Forest Forces. You want to translate that from bullshit to English? It means they're on the list. What list? Foreign terror organization list. I've ordered my Marines to treat Forest Army as hostiles. What? They're our allies. Yeah, not anymore. Will you keep your Muppets on a short string, Colonel? Or what? I'll fucking earn you from it. Kate, these people need our support. There's nothing else we can do. Well, there's plenty we can do. I'm tired of being told who my friends are. Alex, don't. I'm going back to Uzbekistan, staying with Vader's army. What you're doing is illegal. I'm pretty sure everything we do is illegal. Only the good stuff. You got friends nearby. You too. Thank you for everything. Well, it's not over yet. فأليكس فعليا بده يخفي وجوده لانه حاليا هو مطالب من السي اي اي كارهابي لانه انضم لجماعتهم اخر شيء. هذا اولا. ثانيا، أليكس حكى لفرح اخر شيء انا طول عمري عم باخذ الاوردرز من ناس فوقي، قصده بالسي اي اي والحكومه الامريكيه، وابي اسوي الشيء اللي انا اؤمن فيه. ففعليا أليكس ما بده يشتغل تحت الحكومه الامريكيه، ما بده يشتغل تحت السي اي اي، فراح وزيف موته مشان يتحول لجوست الشخصيه المخفيه وينضم لتاسك 141 مع كابتن برايس ويسوي الاشياء اللي هو بيؤمن فيها مو الحكومه الامريكيه. مشان هيك بالاخير لما كابتن برايس طلع ملفه ورجع للمسؤولة ما كان في صورة، لو كان في صورة راح تحكي له لا هذا مطلوب ولازم تخبرنا عن عنوانه او شيء من الكلام. وبالملف بنشوف اسمه الاصلي اللي هو سايمون رايلي، بينما أليكس هو اسمه المستعار. يعني أليكس كان دائما مخطط انه يطلع من السي اي اي ويطلع من الحكومة الامريكية، مشان هيك ما كان عطيهم اسمه الحقيقي. دائما باي مهمة بنشوف اسمه لما يكتبوا لنا اياه تحت أليكس، فقط أليكس، ما بنشوف اسمه الثاني ابدا، بينما باقي الشخصيات دائما بيكتبوا لنا اسمائهم بشكل كامل. على سبيل المثال فرح، فرح كريم. وغير هيك لما حولنا بنص اللعبه عن هالكلام، لما كان مع شخصيه فرح، فرح بتحكي له احكي لي نكته، فبيرد عليها أليكس شو بصير لما عضو السي اي اي ينام؟ بترد عليه فرح شو؟ بحكي لها هي جوز اندر كفر، او بيروح تحت الغطاء. Laughter is the best medicine. Tell me a joke. What happens when the CIA goes to sleep? What? They go undercover. Not bad. Probably better in English. You told it in English. طبعا هي goes undercover قصده بالنكتة انه بروح تحت الغطاء وبينام، بس المقصد goes undercover انه بتخفى بشكل كامل وما حدا بيعرف اي شيء عنه. هذا بالضبط اللي سواه أليكس بنهاية القصة، زيف موته وراح undercover وصار متخفي بشكل كامل عن السي اي اي وعن الحكومة الامريكية. طيب ممكن اكتر شيء الناس علقوا عليه بهالنظرية انه غلط، انه شخصية أليكس امريكي بينما goes بريطاني، كيف تحول من امريكي لبريطاني؟ لو بتلاحظوا بنهاية النكتة أليكس قال لفرح sound better in English، او لو قلتها بالانجليزي راح تكون بتضحك اكثر. ردت عليه فرح انه تسهبل انت قلتها بالانجليزي. فاللي ما فهم هذا نوعا ما تلميح من الشركة للاعب انه الانجليش مو قصده انه باللغة الانجليزية، لا انجليش قصده باللهجة الانجليزية اللي هي اللهجة البريطانية مو الامريكية. فأليكس بس يزيف موته ويروح متخفي بشكل كامل، راح يلبس القناع وغير لهجته للهجة البريطانية مو الامريكية عشان
عشان يزيد من تخفيه. غير هيك شخصية أليكس بالملابس اللي لابسها بتشوف على إيده نوعا ما شعار لتاسك فورس 141، نوعا ما مغير بس تقدر تشوف جدا شبيه للشعار الأصلي، وكانت لسه الفرقة مو موجودة أصلا، فنوعا ما تلميح من الشركة. وقبل تنزل لعبة مودرن وورفير 2 شركة إنفينيتي وورد نزلونا تقريبا 5 أجزاء كوميكس عن شخصية جوست. منشوف شوي عن قصة حياته، منشوف بالكوميكس إنه الأشرار بالقصة قتلوا كل عائلة سايمون رايلي أو جوست قبل، يعني لما كان شخص عادي قتلوا كل عائلته، قتلوا أمه أبوه أخوانه، أي حد بعائلته مات وما ضل له أي حد أبدا. وبعدين منشوف إنه انضم للقوات البريطانية، وبعدين بأحد المهمات القوات البريطانية بيحولوه للCIA الأمريكية، ففعليا جوست بالكوميكس بيروح للCIA الأمريكية ليساعدهم بشيء وبيصير يشتغل مع CIA. وإن إحنا شفنا أليكس بمودرن وورفير 2019 شفناه مع CIA. وغير هيك منشوف شوية معلومات عن أليكس ببداية القصة بمودرن وورفير 2019، منشوفه إنه منضم لمجموعة السبيشال أكتيفيتي ديفيجن بالCIA. هالمجموعة بالCIA اللي بيدخل فيها رح ينقطع تواصله عن أي حدا بيعرفه بالعالم. اللي بيدخل هالفرقة لازم يقطع علاقته مع أي حدا بيعرفه، مع أهله، مع أصدقائه، مع أي حدا كان بيعرفه قبل لا يدخل بهالمجموعة أو الفرقة، لأنه جدا سرية. ومنشوف أليكس إنه منضم فيها، فليش أليكس دخل فيها؟ إنه شيء بزعل، ليش يقطع علاقته مع أهله وأصدقائه مشان ينضم لهالفرقة؟ الجواب إنه ما عنده عيلة أصلاً، مثل ما شفنا بالكوميكس جوست من مودرن وورفير 2، كل عيلته كل المقربين إله ماتوا من وراء الشخص اللي كان عم بيحاول يأذيه، ففعلياً أليكس أو جوست ما عنده أي حد، كل عيلته كل أصدقائه ميتين، مشان هيك منضم لهالفرقة. غير هيك بنهاية الستوري منشوف صورة فيها كابتن برايس، أليكس، غاز وفرح، ومنشوف أليكس لابس هالسماعة مثل ما شايفين. بالستوري كلها ما شفنا أليكس لابس هالسماعة، هالسماعة نفسها بالضبط اللي منشوفها جوست لابسها بستوري مودرن وورفير 2. حتى بنهاية قصة مودرن وورفير منشوف نفس الصورة فيها كابتن برايس، سوب، جوست وشخصية رابعة، ومنشوف جوست لابس نفس السماعة بالضبط اللي لابسها أليكس. وآخر جملة بيحكيها أليكس قبل ما تنفجر المتفجرات: Let's do this. Alex, I'm not getting out of here. Let's do this. Let's do this. والناس مختلفين، ناس بيقولوا هي هي نفس جملة جوست لما نبدأ الجيم بمودرن وورفير 2، لما تختار تاسك فورس 141 بيحكي معك شخصية Let's do this. ناس بيحكوا هذا نفسه صوت جوست، ناس بيحكوا لا، اللي بيحكيها بمودرن وورفير 2 هو كابتن برايس، ما عندنا أي تأكيد، فممكن يكون جوست وهي جملته المشهورة Let's do this. فهيك يا شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. أليكس هو جوست، جدا واثق من هالنظرية، كل هالتلميحات اللي حطوا لنا اياها مو على الفاضي، سواء من الصورة اللي لابس فيها السماعات او شعار تاسك 141 او النكتة اللي حكاها عن جوز اندر كفر، ولا اخر شيء لما حكى انه طول عمري عم باخذ اوامر، بدي اسوي الشيء اللي انا ابي اسويه، والطريقة الوحيدة اللي اسوي هالشيء انه يزيف موته ويروح متخفي. وهذا هو فعليا شخصية جوست من مودرن وورفير 2. اخر شيء كابتن برايس لما عطى ملفه ما حط صورة مشان ما تشوفه المسؤولة وتعرف انه هو أليكس وهو مطلوب حاليا من CIA. فأليكس هو جوست، ومتأكد رح نشوفه بمودرن وورفير 2 الجديدة، مو مودرن وورفير 2 2009، لا، مودرن وورفير 2 القادمة رح نشوف شخصية جوست بصوت بريطاني ومتخفي بشكل كامل، ورح يكون هو أليكس. فيا شباب اتمنى لكم عجبكم الفيديو، اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا فيديو بزر اللايك، شكرا بالتعليقات ارائكم، وبس كان معكم شركيات شركة كيشكم، بديها التاني ان شاء الله، مع السلامة.